اسمي بركات، بركات الغمري، ضابط شرطة. من فترة قريبة جالنا متهم بجريمة قتل بشعة، شاب في مقتبل عمره قتل أبوه وأمه وإخواته الاتنين، وياريته اكتفى بكده وبس. لا، ده كمان قتل الاتنين من صحابه. الجريمة كانت مسمعة جدا وقلبت الرأي العام، اتحكم عليه بالإعدام والحكم اتنفذ بالفعل. في الفترة اللي كنت بحقق معاه فيها ما كانش بينطق حرف. الغريب ان هو اللي جه واعترف على نفسه، ولما القوة راحت العنوان اللي قال عليه فعلا لقينا الجثث مدبوحين وكلهم بنفس الطريقة. كان باين عليه انه بيظاهر بالجنون. السبب اللي طلعت بيه من انه يجي يعترف على نفسه انه مش هيقدر يهرب بعملته كتير، فقال يسلم نفسه. لكن كنت غلطان. ايوه، كنت غلطان، وغلطتي كبيرة. غلطتي اني ما حاولتش اصدق كلامه واللي قالهولي قبل ما يتعدم بدقائق. انا دلوقتي بيني وبين الموت دقايق، وفي الدقايق دي هعمل زي ما مروان ما عمل معايا. هحكي لكم اللي حصل لمروان وليا بالتفصيل الممل قبل ما احكي الكارثه اللي انا عملتها. عايزكم تدعولي، ادعولي ربنا يرحمني ويغفر لي ويسامحني على القرار اللي خدته. كانت اخر جلسة بيني وبين مروان في مكتبي لما ضر الحديث بيننا كالآتي. قلت له: انت طلبت تقابلني، خير يا مروان؟ كان باصص في الارض، شفت الدموع محبوسة جوه عينيه. في الوقت ده انفجر في البكاء، حاولت اهديه. قمت من الكرسي وقعدت قدامه، رفع عينه ناحيتي وقال لي والدموع مغرقاه: انا ما قتلتهمش يا باشا، والله ما انا اللي قتلتهم. ما اتكلمتش وسبته يحكي اللي جواه. فبدا يحكي: يا باشا، انا واد غلبان من شغل لبيتي ومن بيتي لشغلي، حتى السيجاره ما بشربهاش. حياتي كانت هادية ومستقرة لحد ما جه اليوم المشؤوم. خلصت شغلي وكنت راجع البيت كعادتي، قابلت صحابي رفعت وآسر، كانوا قاعدين على أول ناصيه شارعنا. بعد ما سلمت عليهم لمحت في عيون رفعت نظرة حزن على عكس شخصيته تماما. رفعت من النوع اللي برغم صغر سنه الا ان دماغه كبيرة، وبرغم ظروفه المادية والاسرية الا انه عاقل جدا وبيعرف يتعامل مع مشاكله كويس. عرفت من اسر ان عم رفعت اتوفى، وامه واخوه راحوا البلد علشان ياخدوا العزة، وعرفت انه ما راحش معاهم علشان شقتهم اتسرقت مرتين قبل كده، فقرر ان هو يقعد علشان شقتهم ما تتسرقش تاني. طبعا عزيته وحاولت اواسيه انا واسر. اقترح اسر عليا اننا نفضل جنبه النهاردة ونبات معاه علشان ما يكونش لوحده، فوافقت بدون تردد. طلعت البيت وغيرت هدومي، عرفت امي على اللي حصل لصاحبي، وقلت لها اني هبات معاه لحد الصبح. وافقت بالفعل. نزلت عديت على اسر وطلعنا الرفعت.
في اليوم ده بالليل كنا بنتكلم في مواضيع مختلفة، أنا وآسر كنا بنحاول نخرج رفعت من اللي هو فيه، خصوصا سكوته الدايم طول الوقت ده. وفجأة قرر رفعت إنه يتكلم ويقول: موت عمي ما كانش بالنسبة لي مفاجأة، لا بالعكس، أنا كنت عارف إن ده هيحصل. بصيت له باستغراب، فلقيته بصص لي وكمل كلامه وقال: أيوة أنا بتكلم بجد، أنا كل يوم بشوف عمي في أحلامي وأنا بشيله وهو ميت وبوديه على قبره. الغريب والمرعب إني ببقى لوحدي، ما بقدرش أشيله، فبضطر أكشف عنه وأشيله بالكفن. كنت بشيله وبمشي بيه لحد قبره، ولما كنت بدخل المقابر كنت بلاقي القبور كلها مقفولة، ما ببقاش عارف أدخله أي قبر بالظبط. بس عدد المقابر اللي كنت بشوفها كانوا 14 قبر، وكل قبر فيهم على بابه تاريخ معين، وآخر قبر فيهم واللي كان مفتوح على عكس 13 التانيين واللي كانوا مقفولين كان تاريخه 11/6/2017. كل يوم لمدة أسبوعين كنت بحلم بنفس التفاصيل، ما كنتش بهتم إني أقول لحد في البيت، خصوصا إني ما حدش منهم بيسمعني، لحد ما جه يوم 10/6/2017. حلمت وقتها إني قدام آخر قبر كان مقفول، بس المرة دي فتح ودخلت جواه. لما صحيت الصبح أمي قالت لي على الموضوع، صدقوني أنا ما استغربتش، بس خفت جدا. فرديت عليه وقلت له بتوتر: اهدى اهدى بس يا صاحبي، الأعمار بيد الله، ما تحملش على نفسك. فقال لي: يا مروان انت ما تعرفش حاجة، انتوا كنتوا معايا في كل حلم حلمت بيه. فوقفت وبصيت له وبسرعة قلت له: انت بتقول ايه يا رفعت؟ انت لسه قايل انك كنت لوحدك. فقاطعني وقال لي هو كمان: يا مروان مش كده، انا كنت بشوف كل واحد فيكم واقف على باب قبر غير التاني. بدأت اقلق من كلامه، بس رجعت وقلت لنفسي دي احلام، ومش معنى ان اللي قال عليه حصل يبقى كل مرة هيحصل. بصيت لآسر لقيته بيضحك، رفعت غضب لما بص ولقاه بيضحك، واللي حصل انهم شدوا مع بعض بالكلام وحصل فعلا اشتباك بينهم، وحاولت على قد ما اقدر اني اهديهم لحد ما رفعت قال كلمة خلاني في عالم تاني. قال بغضب وبصوت عالي: يا اللي بتضحك انت، عايز اقولك ان بكرة هو التاريخ اللي شفته على القبر واللي كنت واقف فيه، وانت يا مروان خاف على نفسك انت كمان.
ساعتها ما فهمتش هو قصده ايه، بس اللي عملته اني سبته ومشيت. مش عارف ليه، حاجة جوايا مصدقاه، حاجة خلتني اجري على بيتي واقعد مع امي وابويا واخواتي. شعور غامض والحقيقة مرعب. سبتهم هما الاتنين، والغريب ان ما حدش فيهم منعني ان امشي ولا حد نده عليا. لكن بعد ساعة لقيت رفعت بيتصل بيا، وقبل ما اقول اي حاجة لقيته بيقول لي: على فكرة يا مروان، انا ما كنتش اقصد اخوفك، هو اللي عصبني وضايقني ومش مصدق اللي انا بقوله. افهم افهم يا مروان، انا شفت في حلم من احلامي الساعة بالظبط كانت 1 بالليل، مش عارف كنت مركز في الساعة ليه، بس يمكن عشان في الوقت ده شفت آسر بيتشنج وشبه بيطلع في الروح، وفجأة اختفى وما بقاش موجود. انا عارف يا مروان انه مجرد حلم، بس اللي حصل لعمي مخليني قلقان. لقيتني تلقائي ببص في الساعة اللي متعلقة على الحيطة في الصالة، وقلت له: ما لو على كلامك يا رفعت فالساعة دلوقتي 1:05، وهو فين آسر دلوقتي؟ لكنه ما ردش عليا. حاولت اكلمه تاني ما ردش عليا، بس سمعت صوت هبدة وصوته من بعيد بيصرخ ويقول: يا نهار اسود. فنزلت من البيت بسرعة، وكانت المفاجأة، آسر مش موجود في الشقة. فضلنا ندور عليه أكتر من ساعة، لكن فعلا ما كانش ليه أي أثر. بدأ الذعر والخوف يدب في قلبي أنا ورفعت، وخفنا نروح للبيت علشان ما نزعجش أمه ولا أبوه ونقلقهم، خصوصا ان ردهم لينا هيكون متوقع بانه المفروض ان هو معانا. ما بقتش عارف اتصرف ازاي، حطيت ايدي على راسي ومسكت قميص آسر اللي لقيناه مكان ما كان نايم، وعلى القميص كان فيه رغاوي بيضة، كان الواضح انها من اثر تشنجات. معنى كده ان كلام رفعت صح، واللي شافه حصل فعلا. لاحظت بعدها ان رفعت مش موجود جنبي، بس سمعت من الحمام صوت جاي منه، وخلال ثواني خرج رفعت من الحمام وماسك في ايده جمجمة سودة منقوش عليها كلام غريب، طلاسم يعني. جالي بسرعة وقال لي: هي دي السبب يا مروان، الجمجمة دي لقيتها من اسبوعين مرمية قصاد شقتي متغلفة في لفة هدايا. كان يومها عيد ميلادي، اول ما خدتها واكتشفت اللي فيها ما قلتش لحد طبعا، ومن ساعتها وانا بشوف الاحلام دي، وزي ما انت شايف في كلام محفور حوالين الجمجمة كلها. لما ركزت في الكلام ده وانا قافل على نفسي حسيت بشعور غريب. انا شفت عيون الجمجمة دي بتنور، والحروف بدأت تترجم في ثانية، ومن غير وعي بدأت أقرأ الكلام. انت مش مصدقني يا مروان، صح؟ انا
كنت ساكت وبص على الجمجمة بخوف. جوايا شعور بالفعل بيحركني اني اخدها وامشي. العيون المجوفة فيها حاجة بالفعل غريبة، وكأني حاسس ان جواها عيون بتراقبني. مروان، دلوقتي احنا مش لاقيين آسر، ومش عارف ايه اللي حصل وايه اللي هيحصل لما اهله يسألون عليه. فقلت له طيب بص يا رفعت، انا همشي دلوقتي عشان لما يسألونا نقول لهم اننا قعدنا مع بعض شوية ومشينا وما قعدناش كتير وما بتناش هنا ولا حاجة. وافقني بسرعة، قمت علشان امشي لقيته بيديني جمجمة بيقول لي خليها معاكم، انا ما بقتش مستحمل اللي بيحصل ده، عايزك ترميها، احرقها، اعمل فيها اللي انت عايزه، بس المهم ابعدها عن حياتي. كان طبيعي ان ارفض، لكن لا، انا خدتها بدون اي اعتراضات. قبل ما امشي مسكني رفعت من ايده وبيقول لي خلي بالك يا مروان، اوعى تركز فيها، ما تغلطش غلطتي. فسيبته وانا ماسك الجمجمة وكأني معايا كنز كبير. دخلت اوضتي وقفلت الباب واترميت تحت البطانية. مريم اختي كانت نايمة، حاولت مزعجهاش. فضلت اتقلب يمين وشمال، ما كنتش عارف انام. والجمجمة انا خبيتها في دولابي وسط هدومي ونمت. بس ما عداش وقت كتير لما صحيت على صوت غريب، صوت حد بيناد عليا. قمت وانا باص حواليا بذعر وبحاول اركز في مصدر الصوت. اختي الصغيرة كانت نايمة، هيكون مين يعني اللي بينادى عليا دلوقتي؟ قمت من على السرير وقعدت على طرفه. الصوت بدأ يتكرر، حسيته مشتت في كل مكان. رحت علشان اشوف ابويا وامي، قلت يمكن حد منهم بينادى عليا. لما نزلت رجلي من على السرير وبكل قوة في ايد مسكتني من تحت السرير وشدتني وقعتني على وشي. قمت من الوقعة وانا قلبي مقبوض. بصيت تحت السرير من بعيد لكن ما كنتش شايف كويس. بس لما رفعت وشي وعيني كانت هتقع من مكانها. لما بصيت لقيت اختي قاعده مربعه على السرير ووشها مشفوط وبقها متخيط بشكل بشع. كانت ماسكه الجمجمه في ايديها وبتحرك راسها ببطء وهي مركزه في الجمجمه. كنت قريب من الباب، قربت منه اكتر، وانا باصص لها بشكلها الغريب والمرعب ده. لساني اتعقد. مسكت الاقرة وفتحت الباب. جيت اخرج من الباب بصيت تحتي لقيت حفرة غويطة اخرها نار بتتوهج، وجماجم بدأت تظهر من قلب النار، جماجم كبيرة شبه الجمجمة السوداء. اياها
كنت أخط برجلي، لكن شاء القدر إني أرجع تاني. ما بقتش مستوعب اللي بيحصل ولا فاهم أي حاجة. على شمالي أختي بشكلها، وقدامي الحفرة دي. بصيت على شمالي لما سمعت صوت أختي بتتكلم بلغة مش مفهومة، بس لما بصيت لقيتها واقفة عند السرير وبصالي وبتتكلم وجاية عليا وبتمدلي ايديها بالجمجمة السودة. مش عارف ليه جه في بالي اني ارمي الجمجمة جوا النار، وبالفعل مسكت منها الجمجمة وبخوف شديد وقربت من النار. وقبل ما ارمي الجمجمة في الحفرة لقيت اختي بتجري عليا وبتزقني في الحفرة بقوة. ساعتها قمت بسرعة من النوم مخضوض وانا باخد نفسي بالعافية. اكتشفت ان كل ده كان كابوس. بصيت على اختي ما لقيتهاش. ما كنتش عارف الساعة كانت كام. كل اللي كان هممني هو الكابوس اللي كنت عايش في تفاصيله، واللي اقسم لك انها كانت حقيقية تماما، وكأن اللي حصل ده كان بجد. جيت اقوم، ايدي وجعتني، بصيت عليها لقيتها حمرة وكأنها محروقة. بعدها سمعت اخويا بينادى عليا. خرجت من اوضتي لقيتهم بيفطروا واختي وسطيهم بتبصلي بزعر. ما فهمتش نظرتها ليا دي او ما اهتمتش، لان اخويا سعيد صدمني لما قال لي ان اهل اسر سألوا عليه لانه ما جاش من امبارح. اتنفضت من مكاني، سبتهم ودخلت الحمام غسلت وشي، وبعدها لبست ونزلت. بس المرة دي ما روحتش الشغل، روحت الرفعت في بيته. فضلت اخبط واخبط لكن ما ردش. كلمته اكتر من مرة على موبايله، كان بيرن ومحدش بيرد. بعدها موبايله فصل خالص. روحت للمكان اللي بنقعد فيه ما لقيتوش برضو. قررت ان ارجع بيتي ومش هروح الشغل، واحبس نفسي علشان اهرب من اهل اسر وكأني عامل عملة. ورجعت البيت ما لقيتش حد فيهم الا مريم، واللي لقيتها جاتلي وقالت لي: مروان، كان في صوت خبط جوه الدولاب بتاعك، لما فتحت لقيت دي. ايه الجمجمة دي؟ دي لعبة. ومدت لإيديها بالجمجمة بالظبط زي ما شفتها بتديها لي في الكابوس. فقلت لها بغضب: وانت مالك بحاجتي؟ بتفتحي دولابي ليه؟ ودخلت اوضتي وبدأت أراجع كل كلمة رفعت قالها لي. بدأت أحس، بل بدأت أتأكد إن في حاجة هتحصل لي النهاردة بالذات. سمعت أختي بتنادى عليا من بره باب أوضتي، فرحت وفتحت لها الباب. لكن اللي حصل إني ما لقيتهاش ورا الباب. لقيت قدام الباب الجمجمة السودة. بصيت ورايا بزعر على السرير، لقيت الجمجمة موجودة. عينيا كانت هتخرج من مكانها. في لحظات الأرضية كلها بقت عبارة عن جماجم سودة جنب بعضها. ومش الأرضية بس، لا، الحيطان والسقف. الجماجم بدأت تتهز بهستيريا غريبة. قفلت الباب وبصيت ورايا، لقيت
لقيت كيان ضخم جدا واقف جنب الجمجمة. كنت حاسس حرفيا اني بموت من الرعب. جسمي اتخشب، مش قادر اتحرك، لساني معقود. كنت بتمنى يغمى عليا دلوقتي. وفجأة ظهر من ورا الكيان اجسام قصيرة سودة ومرعبة، ملامحهم مطموسة. الجمجمة كانت بتتحرك وفي نور احمر ظهر منها، والحروف اللي عليها كانت بتتحرك وبتكون جملة. بدأ الكائن والأجسام القصيرة يتمتموا بكلام مش مفهوم، الكلام بيدل ان في كارثة هتحصل. وبعد ثواني بدأوا وكأنهم بيترجموا اللي قالوه. بحق يوهانيت وسيم سائيل ومشماهو وطولام، بحق شسماهوم أجهزت عليكم أيتها الأرواح الروحانية العلوية والسفلية وخدام هذا العهد الكبير، أقسمت عليكم أن تجيبوا. أجيبوا دعوتي واقضوا حاجتي بحق هذا العهد المأخوذ عليكم يا خدام هذه الأسماء. إلا ما أسرعتم الانقضاض فيما تؤمرون به بعزة المعتز في عز عزه وبحق أبا الشياطين. احضروا واسمعوا وأطيعوا وكونوا عونا له، كونوا عونا له على ما نأمركم به بحق الاسم الذي أوله آل وآخره آل، يا آل شلع ويا آل زريال. سامحني أنا مش هقدر أكمل باقي الكلام لأنها لعنة، وكنت أنا المقصود بكلامهم. في الوقت ده الدنيا سودت في وشي، لقيت نفسي واقف في أرض كبيرة أرضيتها مليانة دم، وبعيد عني بمسافة كبيرة بالظبط 6 أشخاص متعلقين من رجليهم ومربوطين بقوة. بدأت أقرب بس لاحظت إني ماسك حاجة في إيدي. لما بصيت اكتشفت إني كنت ماسك سكينة. أيوة سكينة غرقانة دم. قربت منهم والغريب إن كلهم من غير ملامح، وبدأت وبدون أي مقدمات أدبح فيهم. دبحتهم كلهم في وقت واحد. بعد كده ظهر الكائن الضخم فجأة، وبدمهم بدأ يروي به الجمجمة السوداء واللي بدأت تتوهج. الدم كله اتجمع في الجمجمة. هتصدقني يا باشا، هتصدقني لو قلتلك ان اللي حصل ده كله كان كابوس. مش بقصد اللي لسه حكيه، لا، من اول ما طلعت البيت بالجمجمة وحطيتها في الدولاب لقيت امي بتفوقني من النوم وتقولي يا ابني كل ده نوم، بقالك اكتر من 12 ساعة نايم، ما روحتش شغلك النهاردة ليه؟ يلا مش مهم، البس يلا وانزل هات اختك من المدرسة. ساعتها موبايلي رن فرديت عليه. الو، مين معايا؟ انا رفعت يا ابني. انت فين كل ده؟ بتصل بيك من بدري ما بتردش عليا. على العموم تعيش وتاخد غيرها. وبدأ يضحك وهو بيقول لي
بقولك ايه، في حد عايز يسلم عليك. لقيت صوت تاني بيكلمني وهو بيضحك برضو وبيقول: دخلت عليك يا عبيط. ايه ده صوت اسر. ايوه هو صوت اسر. فقلت له بلهفة: اسر، انت كويس يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ فرد علي بسخرية: المقلب اتعمل فيك يا برنس، بس وحياة اهلك ايه رأيك؟ فقلت له: مقلب ايه ده يا ياسر اللي بتتكلم عليه؟ فرد علي وقال لي: اللي عملناه فيك انا ورفعت. قال ايه، عمه مات وامه واخوه راحوا البلد، وهو بيحلم انه شاف عمه واني هيحصل لي حاجة الساعة واحدة وكده يعني. بس سيبك انت، دخلت عليك صح؟ فرديت عليه وقلت له: طيب استنى كده، ماشي، فهمت ان كل ده مقلب. يا رفعت، اللي اديتهولي ده برضو كان مقلب ولا ايه بالظبط؟ اديتلك ايه يا ابني، احنا هنهزر؟ العب غيرها يا مروان قديمة. لا يا رفعت، ركز معايا شوية، ده مش هزار. انت ساعتها دخلت الحمام وجبتلي جمجمة سودة من جوه، وفضلت تقولي احرقها او ارميها ومش عارف ايه. يا رفعت اقسم لك بالله انا ما بهزر. ايه يا ابني، انا ساعتها قلتلك انا هنزل اسأل على اسر في بيته، وساعتها انت كنت حاطط ايدك على راسك وما ردتش عليا. بعد ما رفعت خلص كلامه قفل السكة في وشي. لا يا رفعت، رفعت بيكذب. حسيت من طريقة كلامه انه بيتوي حقيقة عملها، وبيحاول يألف اي موضوع علشان يتوه الحقيقة. انا مش مصدق موضوع المقلب ده. من غير ما اتكلم تاني في مواضيع ملهاش اي لازمة، احب اعرفك يا باشا اني بدأت بالفعل احلم بنفس الكابوس اكتر من مرة، وكل مرة الجمجمة بتتروي بدمهم، لحد ما في يوم حلمت بمجموعة كبيرة من الاجسام الصغيرة واقفين جنب بعض، وفي اولهم كان الكائن الضخم بيكلمني بصوت غليظ وبيقول: للوقت البداية لإتمام الصفقة الأولى، دلوقتي لازم تنفذ اللي بتشوفه كل يوم. ومن غير توضيح أو إضافة أي كلام تاني لقيته سكت، وكل شيء حواليا تلاشى. كنت واقف في مكان ضلمة، الهدوء عام المكان، كنت سامع صوت صرخات جاية من بعيد. في شعور جوايا لا إرادي بيدفعني إني أقتل. شر كبير بيحركني، كل ده وأنا واقف ثابت ببص للا شيء، لحد ما دقايق وصحيت من النوم. صحيت لقيتني ماسك سكينة غرقانة دم، وبدون أي مقدمات لقيتني دابح أمي وأبويا وأخويا وأختي، ومش هما وبس يا باشا، لا، لقيت آسر ورفعت مدبوحين بنفس الطريقة ومرميين في الصالة، والدم مغرق الشقة كلها.
كانوا هم الستة اللي في كوابيس يا باشا اللي كانوا متعلقين. صدقني صدقني هو ده كل اللي حصل، انا مش بكذب. وعلشان تتأكد من كلامي روح روح لشقة رفعت، هتلاقيه قاتل امه واخوه وكمان. انا عرفت ده من الكائن الاسود. انا مش عارف رفعت عمل ايه، بس اكيد اللي عمله اتسبب في لعنة، لعنة كبيرة مش هتسيبنا كلنا. بعد ما خلص مروان حكايته اتعدم بعديها. زي ما قلتلكوا في الاول انا ما صدقتهوش، بس بعد ايام جالنا بلاغ من سكان في نفس منطقة مروان بانهم لقوا جثمانين متعفنين، واللي بالتأكيد والدة واخو رفعت صاحب مروان. فبدأت اشك، واللي خلاني اتأكد من كلام مروان اني لما رحت البيت بعد ما خدت دش وخرجت من الحمام لقيت الجمجمة على سريري، وحصل اللي كنت مش مصدقه من مروان. تلات ايام كنت بشوف فيهم الكوابيس اياها، تلات ايام شفت فيهم الكائن الاسود الضخم والاجسام المرعبة اللي حواليه، تلات ايام كنت بشوفهم بيكرروا نفس الكلام اللي قالوه لمروان، تلات ايام كانوا كفيلين اني اصحى ولاقي بنات التلاتة مذبوحين. خلاص انا قررت اموت نفسي ومش هرجع عن قراري، هي لعنة لعنة وما يهمنيش مين اللي عليه الدور فيها. انا حصل لي كده لما مروان منه لله حكالي انا وبس. دلوقتي بقى عايزكم تسامحوني علشان حكيت لكم الحكاية بتفاصيلها. انا مش هيهمني مين هيكون عليه الدور، لان ساعتها هكون في عداد الموتى. تمت